كان الموعد الأربعاء المصرم مع التظاهرة التي نظمتها جمعية الصحافة الرياضية بالتنسيق مع شباب حي غمراسان احتفالا باليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث ماي من كل سنة. الاحتفالية احتضنها المركب الجواري لغمراسان وشهدت ثلاث مباريات استعراضية، الأولى بين براعم غمراسان والثانية بين قدماء مولودية وهران وجمعية وهران، ثم الثالثة نشطها الصحفيون. كاميرا موقع الجمهورية سجلت حضورها في هذا الحدث ورصدت انطباعات المشاركين فيه وكانت كالآتي. وحنا كنادي الرياضي الهاوي ولاد الباية البارح تاني نشكر الصحافة، فريق الصحافة اللي جا وشرفنا ولعب المقابلة تاعه، واليوم تشوف تاني كذلك رانا هنا في حي مراسن كذلك رانا واقفين مع خوتنا الصحافة، والله يرحم الشهداء والله يرحم الصحافة اللي قال لك اللي ماتوا في العشرية السوداء. بسم الله الرحمن الرحيم. نظن المناسبة هذه راهي جد سعيدة اليوم وين جمعت جميع اللاعبين السابقين تاع مولي طهران وجمعية طهران، مام الأحباب تاعنا عندنا شحال ما شفناهمش. نظن باللي بمناسبة اليوم العالمي للصحافة نهني كاع الصحافة المرئية والصوتية والسمعية، وإن شاء الله إن شاء الله نزيدوا نتمنوا لها مزيد من الازدهار والمصداقية إن شاء الله. بمناسبة اليوم العالمي للصحافة إرضاء جمعية الصحافة الرياضية لوهران إلى تنشيط ثلاث مباريات، وهذا تقليدا لليوم العالمي. المباراة الأولى ما بين كتاكيت حي غمراسان، المباراة الثانية ما بين قدماء لاعبي مولودية وهران ولاعبي جمعية وهران، ومباراة الثالثة ما بين زملاء الصحفيين من الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة. بون هذا الحفل جاء للتكريم أيضا بعض زملاء الصحفيين وبعض اللاعبين القدامى وبعض شخصيات وطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. كما جرت عليه العادة جمعية الصحافة الرياضية لمدينة وهران في كل سنة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة المصادف ليوم 3 ماي تنظم مثل هذه التظاهرات الرياضية، تجمع لم شمل الأسرة الإعلامية رجال الصحافة للخروج عن الروتين وتوجيه الدعوة للوجوه الرياضية المعروفة من بين اللاعبين السابقين اللي صنعوا الحدث. اليوم ملتقى عائلي، يعني نقولها صراحة الصحفيين عرفوا كيفاش يصنعوا الحدث، يعني وباش يكون يعني جو عائلي وملتقى عائلي، وشتنا يعني كل الشخصيات الرياضيه راهي هنايا حاضره، يعني لاعبين دوليين سابقين اللي عطوا الكثير لكره القدم الجزائريه. الجمهوريه ما بدون تعليق، الجمهوريه لا ريبوبليك حاجه قديمه، حاجه الاحسن ستيل الباسيون لا باز الكبيره اللي كانت بكري من لي برومي بيوني اللي كان في الاخر، ونقولوا بون كونتينياسيون وراهم في طريق المليحه توجور قعدوا توجور في لوبجيكتيف تاعكم. كما تشوفوا اليوم تحت مبادره قام بها جمعيه الصحفيين الرياضيين لمدينه وهران بالتنسيق مع لجنه الشباب الرياضي غمراسان والتي راسها السيد بكرالد احمد، اليوم نظمنا هذه المبادره لاحياء فعاليات الذكرى اليوم العالمي للصحافة. قبل اختتام هذه التظاهرة تم تكريم النشطاء الإعلاميين والرياضيين مع تمني الجميع بتكرار مثل هذه المبادرات لالتقاء كل الفاعلين في المجال الإعلامي والرياضي.